سعد الله أوقاتكم بكل خير. متابعي طقس العرب في السعودية نقدم لكم هذه النشرة الجوية الرئيسية التي ستكون محاورها كالتالي: طقس مستقر يوم الثلاثاء، سنستعرض أيضا تفاصيل حالة من عدم الاستقرار الجوي على الرياض يوم الأربعاء، وطقس مغبر في العديد من المناطق اعتبارا من يوم الأربعاء. نبدأ نشرتنا كالعادة بصور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، حيث يلاحظ خلو عموم مناطق المملكة من الغيوم باستثناء بعض الغيوم متوسطة الارتفاع فوق منطقة الربع الخالي، هي عبارة عن حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على دولة الإمارات وأيضا على سلطنة عمان. تعمل هذه الغيوم على هطول بعض زخات الأمطار الرعدية المتفرقة على منطقة الربع الخالي، في حين تنتشر كميات من الغيوم العالية بدون فعالية في منطقة تبوك وعموم المنطقة الشمالية الغربية. بالانتقال إلى خرائط توزيع الرياح والتي سنتحدث فيها عن تفاصيل موجة الغبار المتوقع أن تهب على المملكة اعتبارا من يوم الأربعاء، حيث يتمركز منخفض جوي فوق الأراضي العراقية وأيضا أجزاء من منطقة شمال شرق المملكة العربية السعودية، هي عبارة عن منخفض جوي سطحي سيعمل على نشاط كبير في سرعة الرياح الجنوبية في عموم المنطقة الوسطى والشرقية ومنطقة حفر الباطن، ونشاط في سرعة الرياح الغربية هذه المرة في عموم المنطقة الشمالية والشمالية الغربية تحديدا منطقة شرق تبوك وشرق المدينة المنورة. وبالتالي هناك موجة غبارية متوقعة أن تتشكل في المنطقة الوسطى وخاصة منطقة حفر الباطن، حيث تتدنى الرؤية الأفقية بشكل كبير يوم الأربعاء بسبب الرياح النشطة التي قد تلامس سرعة هباتها 80 كم في الساعة. كما تنتشر كميات من الغبار الأقل كثافة على منطقة حائل وأيضا أجزاء من شرق المدينة المنورة وأجزاء من منطقة تبوك. ننتقل الآن إلى خرائط الأمطار والتي سنستعرض فيها تفاصيل حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقع أن تؤثر على المملكة المنطقة الوسطى تحديدا مع الساعات ظهيرة ومساء يوم الأربعاء، حيث مع تمركز هذا المنخفض الجوي فوق الأراضي العراقية سيدفع بكتلة هوائية دافئة رطبة نوعا ما نحو المنطقة الوسطى والشرقية بالتزامن مع وجود كتلة هوائية باردة في المنطقة الشمالية. هذه العناصر الجوية ستعمل على حدوث حالة من عدم الاستقرار الجوي، وأيضا تكاثر الغيوم متوسطة الارتفاع يتخللها بعض الغيوم الركامية الرعدية تشمل العاصمة الرياض مع ساعات ظهيرة ومساء يوم الأربعاء بحول الله، حيث تكون الفرصة مهيئة لهطول زخات متفرقة وخفيفة من الأمطار في تلك المناطق، بالإضافة إلى المنطقة الشرقية قد تشمل مدينة الدمام وأيضا حفر الباطن وأجزاء الشمالية من منطقة الإحساء. بالنسبة للتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال 3 أيام القادمة: يوم الثلاثاء طقس مستقر 29 درجة مئوية كحرارة عظمى 20 درجة مئوية كحرارة دنيا. يوم الأربعاء حالة من عدم الاستقرار الجوي، طقس مغبر بشكل عام، فرصة لزخات رعدية من الأمطار 29 درجة مئوية كحرارة عظمى 22 درجة مئوية كحرارة دنيا. بالنسبة ليوم الخميس يستقر الطقس، ترتفع درجات الحرارة، تسجل الحرارة العظمى 34 درجة مئوية، أما بالنسبة للحرارة الدنيا ستسجل فقط 20 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.